إذا بدنا نحكي الواقع ما كنا هيك 100%. هذاك الوقت كل شيء كان في بركة، كان في خير. نظرتي الواقع هذا الشيء مخيف، والله يجينا من شيء أعظم، ما مو غير هيك. فبيجينا شغل بنصرف، ما اجانا شغل بنعود بلا شغل، لا نتقن مهن اخرى. مر علي ظروف بس الحمد لله تخطيتها، يعني المركب ماشي والامور بخير، يصير في اثاره وفي يصير مشاهده، ما اقتنعت شيء. الفنان القدير ايمن بهنسي، اهلا وسهلا فيك معنا عبر نينار اف ام. اهلا فيكم علي حبيب قلبي. اليوم استاذ ايمن اللقاء بحضرتك هو فرصه مميزه، لهيك بحب اعرف رايك بفكره بتنقال عن حضرتك انه انت اليوم مؤطر بادوار البيئه الشاميه، واليوم المخرجين هن اذا بدنا نقول يعني بين قوسين غلطانين بحقك بهي النقطه، فهل انت بتوافق هذا الكلام؟ لا طبعا، ما في فنان يبقى مؤطر، يعني دائما في لازم يكون شامل بكل المجالات، وان كان معاصر وان كان بيئه وان كان تاريخي وان كان لا ما في هذا الكلام. أنا شاغل كتير أعمال معاصرة، اشتغلت كسر عظم، اشتغلت هواء أصفر، اشتغلت الفرصة الأخيرة، اشتغلت كتير أعمال، يعني ما لي مقيد بهذا الشيء. بس يمكن العالم بتحب أبو قاسم، فعلي بالأذهان وصار إنه البيئة الشامية هي بيئتي لأنه أنا ابن الشام، يمكن انه يكون فيها انجح، لكن انا قادر على اعمل اي شيء. اليوم استاذ ايمن على ذكر انه بيئة الشامية هي بيئة حضرتك، فبحب اعرف بالبداية انت مواليد قديش؟ انا مواليد 48، ولدت بالشام وربيت بالشام وتزوجت وعندي احفاد وعندي اولاد واحفاد والحمد لله رب العالمين. معناتها أنت اليوم مواليد 48، معناتها فترة الخمسينات والستينات أنت عاصرتها بشكل كامل بمرحلة إذا بدنا نقول المراهقة والشباب حتى، فبحب أعرف اليوم منك تصور لمدينة، بحب أعرف منك اليوم تصور لمدينة دمشق بهيديك الفترة، هل هو يشبه بالفعل ما الشيء اللي عم نشوفه مسلسلات الشامية، ولا هو مختلف تماما من ناحية اللباس وكيف كانوا النساء بهي الفترة حتى الرجال والشوارع؟ هلا إذا بدنا نحكي الواقع، أنا باعتباري عاصرت كل الزمان الماضي هذا، ما كنا هيك 100%. اللبس بيختلف كتير، يعني لبس البيئة الشامية كان ابن الشام التاجر الصنايع كان يلبس انباز وفوق منه الساكو اللي هو طوله اللي عند الركبة وشملي على خصره وطربوش، هذا كان لبسنا تقريبا نحن. اما موضوع الشروال والخناجر واللي هي ما كان مطروق بهذاك الوقت، لا ما كان مطروق، يعني كان في اللي اذا واحد يحمل خنجر يبقى مخبيه، مو والله ظاهره للعالم هو ماشي فيه. والنساء كانوا كتير محترمات، ما كان في تعامل هذا اللي القسوه اللي بيعملوها. لا انا دائما ضد هذا الموضوع وبناقشه كتير، بالعكس المرأة كتير كانت محترمة، كان يقولها ست الكل بالبيت، يحاكيها جوزها بكل احترام. طبعا كانت هي تحسب له حساب، كان كان احترام رب البيت، يعني يحترموه كتير وكلهم يهابوه ويحسبوا له حساب وكلمته ما بصير تنتين، بس مو معناته بمعنى القمع، لا كان بمعنى الاحترام. اليوم بما أنه حكينا عن دمشق وأنت عاصرت دمشق بالفترة إذا بدنا نقول الذهبية بالستينات، اليوم بحب أعرف قديش فرق عليك دمشق بين قديش فرقت عليك دمشق بين هداك الوقت وهلأ، قديش ممكن تكون حزين على مظاهر الشوارع، على الناس كيف صارت عم تتعامل، على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية اللي احنا عايشينها هلأ؟ لك آخ أين كنا وأين أصبحنا. هداك الوقت كان في كل شيء في بركة، كل شيء كان في بركة، كان في خير موجود، وكان بتقول مثل القرش يحكي، يعني كان الواحد ما في عنده يعني شو بيقولوا خوف من أي شيء بالحياة اليومية أو بالحياة الاقتصادية، كان كل شيء متوفر، أمورنا كلها بخير. لما كنت اشتري وقية الحلاوة الطعمية لخمس أولاد بالبيت، وقية الحلاوة تحس فيها بركة، يعني هلا اليوم بتشتري كيلو علبة الحلاوة كلها بياكلوها بجلسة واحدة لزلمتين،
يعني اختلف، ما عاد في بركه، ما عاد في خير، ما عاد في خير. هذا اهم شيء، بركه راحت. واليوم نظرتك للواقع هلا اللي عم نعيشه؟ نظرتي للواقع هذا الشيء مخيف، والله جينا من شيء اعظم، ما مو غير هيك. اليوم عم نشهد بالفترة الماضية، إذا بدنا نحكي على صعيد السنة الماضية، عم يطلعوا أكثر من فنان من الأعمار الكبيرة عم يقولوا إنه نحن عايشين وضع صعب، وضعنا ماله منيح، ماله جيد على الصعيد الاقتصادي، وما حدا عم يتذكرنا. آخرهم كان الفنان هاني شاهين يلي يعني تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بحديثه إنه هو كان عم يعيش على الزيت والزعتر صار له فترة طويلة هو وزوجته. فشو رأيك اليوم بهذا الكلام؟ هل تعاطفت مع أستاذ هاني بما إنه شاركته فترة طويلة بباب الحارة؟ هل تواصلت معه؟ الأستاذ هاني شاهين من الأساتذة المحترمين القدامى المخضرمين واللي له باع طويل بأعماله الفنية كتير، ومع كل أسف أنه اليوم ما بعرف ليش عم ينسوا، مع أنه تواجده حلو كتير، تواجده حلو كتير، يعني ليش منسي ما عم بفهم أنا. ولما عم يقول هذا الكلام صدقوا، لأنه اليوم هذا الزمن الصعب، يعني البني آدم يعني إذا ما في وارد منين بده يصرف؟ إذا ما فيها الوارد منين بده يصرف؟ وشو بدي إيه خاصة بمهنتنا، لأنه هو نحن إنسان بقول مثل كسيب وهيب، فبيجينا شغل بنصرف، ما إجانا شغل بنقعد بلا شغل، يعني ما عاد عندنا وارد، ما عندنا نحن أماكن أخرى لا نتقن مهن أخرى، عرفت شلون؟ فهذا مهنته الأساسية بالحياة، فإذا ما كان حدا استفقده واشتغل إيه شو بسابي حاله؟ وهذا الزمان الصعب هلا، يعني الاقتصاد عالمي، مو ليس اقتصاد محلي بس، عالمي بكل العالم هلا انهيار الاقتصادي هذا، فلازم نطلع ببعضنا، لازم نوقف مع بعضنا. اليوم استاذ ايمن بهنس عانى من هاي الحاله ولو باختلاف النسبه، اذا بدنا نقول هل عانيت من فتره معاناه على صعيد المادي بوقت من الاوقات؟ شوف اخي، كل انسان ما في حدا ما عانى، جاء الحياه كر وفر، يوم معك يوم ما معك، مر علينا ظروف، مر علي ظروف، بس الحمد لله تخطيتها. يعني ما بقول لك انه والله انا على طول يعني ماشي ومرتاح لا لا، كل انسان في عنده مشاكله بالحياه، كل انسان في عنده شو بيقولوا نقص مادي احيانا، برد بعدين الله بيعوضه، يعني المركب ماشي الحمد لله، المركب ماشي والامور بخير أكيد دائما وأبدا الحمد لله، ويا رب دائما تضل بخير أستاذ أيمن. كمان من الأشياء اللي عم تكون حديث الناس بالفترة الماضية هو برنامج أستاذ ياسر العظمة اللي عم يطلع فيه على يوتيوب، أنت شاركته لأستاذ ياسر العديد من الأعمال، بحب أعرف رأيك بالكلام اللي عم يقوله أستاذ ياسر، هل هو الوقت المناسب ليطلع ويحكي وينتقد الدراما؟ هل كان محق بأماكن ولا لا؟ شو ممكن تقلنا؟ أنا هون ما بتدخل بالأمور، هذا شأنه وله رأيه وأنا بحترم رأيه، كل إنسان له رأي بالحياة، أنا بحترم رأيه، له نقد عم ينقده ويقوله، اللي حابب يسمعه يسمعه، اللي ما حابب يسمعه لا يسمعه. في ناس هاجموا، هل هن محقين بالهجوم عليه؟ هلأ ما بعرف أنا هجوم كمان التانيات، يعني عم يهاجموا، هو أي وجهة نظره، هي وجهة نظره، ما عجبك الكلام خلاص، عجبك الكلام تقبله، ما عجبك لا تتقبله. فإذا بده يهاجم كله هذا، لأنه هذا السوشيال ميديا يعني بتقولوا شغال على ترندات، فما بعرف شو بده يحكي الواحد، أنا بس بحترم رأيه، هذا رأيه أنا بحترمه كتير. اليوم أستاذ أيمن بما أنه عم نحكي على فكرة الدراما ونحن بمسلسل، بحب أعرف من رأي حضرتك شو الموضوع الدرامي، بحب أعرف شو هو الموضوع الدرامي برأي الأستاذ أيمن بهنس اليوم الواجب طرحه بالمسلسلات أو الأفلام يلي نحن عم يعني مثلا ما عم نذكره كتير بأعمالنا ولازم هو يطرح كمسلسل أو كفيلم؟ ما يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني لا في عندك دائما عم يستعملوا الأفلام الأكشن أكتر شيء عشان يعني يصير في إثارة وفي يصير مشاهدة، لكن في مواضيع كتيرة والله يا أخي، في مواضيع كتيرة بتنكتب، يعني بتمنى من كتابنا انه هيك يعمقوا شوي بالحياه، يكتبوا عن قصص اجتماعيه مفيده للانسان وعبره تكون للاخرين.
اكيد استاذ ايمن كمان بنحب نعرف شو عم تحضر اعمال جديده اليوم، شو في غير باب الحاره اللي انت مشارك فيه بالجزء الجديد؟ هلا الموسم خلاص تعتبر يعني اللي اشتغلناه، انا اشتغلت سقاق الجن، اشتغلت باب الحاره، ونعرض علي حوالي شيء 4 اعمال اعتذرت منها ما عجبني. والله في امور متعدده بس المهم اعتذرت منها، 4 اعمال تقريبا عرضت علي واعتذرت منها. بس هلا ما بقى في، صرنا بشهر رجب بتعرف انت شعبان، ما بقى في هلا يعني حركه كافية، نشوف السنه القادمه شو الله بيسر. طب عم تدعى كمان او احد هدول 4 اعمال اللي اعتذرت عنهم، هل كان في واحد من بيناتهم الاعمال الدراما العربيه المشتركه او الاعمال التركيه اللي عم تعرب اللي عم نشهدها بالاونه الاخيره، وشو رايك فيها؟ لا انا ما اشتغلت، ما عرض علي الاعمال التركيه اللي عم تنعمل هنيك، ما انعرض علي، انا معرض علي اعمال محليه هون. ايه واعتذرت منها لاسباب مختلفه. ورايك بهي الاعمال اللي هي عم تكون عمل تركي وعم يعرب؟ ما اقتنعت فيه لانه هن عم يعملوا اولا معاصر، ما في شيء من 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 تاريخنا وبيئتنا، عم ياخذوا الكتاب الكتابه التركيه وعم يعربوها، فهن نحن عم نحكي عن كانه عم نحكي عن مجتمع تركي ما عم نحكي عن مجتمع سوري، عرفت شلون؟ فالقصص بتبقى مكتوبه بطريقه ايه نوعا ما. اكيد استاذ ايمن بدنا نتشكرك كثير وبدنا نقول لك انه نحن تشرفنا بوجودك معنا عبر نينار اف ام، شكرا على وقتك وشكرا انك كنت معنا بهذا اللقاء. العفو حبيب قلبي، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وهي قرب رمضان وان شاء الله هيك يا رب الله يعيننا على صيامه والحمد لله.